بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، بسم الله على بركة الله وحفظ، انطلق شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للإخوة المشاركين، كل متابعين هذه الانطلاقات. شوطنا 17 خصص للبكار المحليات الأصايل، نتمنى إن شاء الله دائما التوفيق والناموس. اذهب هناك إلى شعار عبد الله بن علي بونواس على ظهر سمحا، نقلة على المركز الثاني. هناك مذيار صار بن عبد الله بن سعيد معيضة النيادي، وثالثا شرايين محمد بن يمع بن عبيد بالدبيله، وفي المركز الرابع محبة علي بن حميد الرزي الشامسي، وفي المركز الخامس هناك اللي وصلت غنايم لعيد بن عبد الله بن حميد الخاطري، وفي المركز السادس ما شاء الله تبارك الرحمن مراسيل سلطان بن علي بالخصم الاجتبي، وسابع المراكز اللي في المركز السابع ما شاء الله تبارك الرحمن وعد احمد بن سعيد بن حمدان النعيمي، وفي المركز الثامن بينما اللي في المركز الثامن هناك تأتينا سلهودة طلب سعيد بن حلوة، وفي المركز التاسع ما شاء الله النايفة سعيد بن راشد بن هيلة الاجتبي، وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر ما شاء الله تبارك الرحمن هناك تصل فيه اللي هي تاسع المراكز عفوا اللي هي غازي أحمد بن مسلم عزيز المحرمي، وأيضا هناك مزيونة تأتي في ثاني المراكز، وزي حمد بن علي بن سعيد بن لومي. هكذا مستمعينا الأعزاء حضورنا الكريم جمهورنا المميز، نحن نتواصل معاكم ودائما نتواصل هنا مع هذه الانطلاقات. الجميلة هذه الانطلاقات المميزة هنا في أرضية هذا الميدان. أعود والعود جميل مع سمحة عبد الله بن علي بن واس شرايين محمد بن يمع بن عبيد بالدبيلة، وثالث المراكز تأتي في مذيار سالم بن عبد الله بن سعيد المعيض النيادي، وفي المركز الرابع هناك سلطان بن علي بالخصم الاجتبي مع مراسيل، بينما اللي في المركز الخامس غنايم عيد بن عبد الله بن حميد الخاطري، وسادس المراكز اللي وصلت محبة علي بن حميد الرزي الشامسي. هكذا كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله لهذه المراكز الحاضرة هنا مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز هنا على أرضية هذا الميدان ما شاء الله تبارك الرحمن. ما زالت الله الله الله، الأمور تغيرت الكل بدأ يتكلم بدأ يقول شيء بدأ يحرك يبغون المركز الأول. محبة اللي غيرت اللي سيطرت علي بن حميد الرزي الشامسي، يا سلام. بينما اللي في المركز الثاني مذيار في ثاني المراكز سالم بن عبد الله بن سعيد معيض النيادي، وفي المركز الثالث هناك مراسيل سلطان بن علي بالخصم الاجتبي، وأيضا شرايين محمد بن يمع بن عبيد بالدبيلة على المركز الرابع، وفي المركز الخامس غنايم عيد بن عبد الله بن حميد الخاطري حاضرا، وهناك اللي تصلنا سمحة عبد الله بن علي بونواس. هكذا كانت نتيجتنا. يلا يا محبة، يلا يا راعي محبة، يلا يا مذيار، يلا يا غنايم. لمن الشوط حتى هذه اللحظات الأبور لن تتضح، ولكن محبة في الأسبوع الماضي أفرحت محبينها، أفرحت جماهيرها في هذا الأسبوع. هناك مذيار مراسيل بالخصم أيضا بدأ يقترب ما بقى من الكثير إلا القليل
ما بقى من الناموس الا 600 متر اللي تفصلنا عن خط النهاية، اللي تفصلنا عن خط النهاية محبة علي بن حميد الرز الشامسي 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 يا بعد روحي يا الشامسي. ما شاء الله ما شاء الله، قلت لكم فرحتنا في الاسبوع الماضي وفي هذا الاسبوع لا تقول له شيء يا ابو احمد لا تقول له شيء. اتذخر بها للمواقف الصعبه. سلام سلام يا ابو احمد، سلام يا مزهر، سلام يا ثاني، سلام يا عبد الله. هذه الكوكبه الجميله علي بن حميد الرز الشامسي يقود الى خط النهايه. المركز الثاني سلطان بن علي بن خصم الشبي، المركز الثالث هناك للسيد سالم بن عبد الله بن معيض، المركز الرابع ايها الاخوه غنايم عبد الله عيد بن عبد الله بن حميد الخاطري، المركز الخامس عبد الله بن علي بن واس. تهانينا والناموس بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. 6 دقائق 6 ثواني ولا جزء من الثانية. تهانينا هنيانك يا ابو احمد على هذا الاداء الجميل، هذا الاداء المميز هنا بأرضية هذا الميدان.